هيكون الدنيا خربت. انا شغلتي ان انا هطلعها لك النهارده جوه مكتب السيد رئيس الوزراء. هو بقى السيد رئيس الوزراء هيطلع عليها وهيطلع عليها سعاده الرئيس. انا ما اقدرش اخبط له خلص يا سعاده الرئيس الوزراء. هو مش رد. انا مش مقدمين له قبل كده. تعمل كارثه رد فيه يا كارثه بيئيه. كارثه دي هتعمل كارثه. هيقف عن شغل. دي مهمه جدا. هيقف عن شغل. كفايه ان انت تبقى قاعد في مكان بيتك وزبالتك ما تطلعش من المكان. الموضوع مستعجل. دكتور جورج الجزيري مستشار للنقابه العامه للعاملين بالنظافه وتحسين البيئه. دلوقتي احنا النهارده جايين متضامنين مع اصحاب الشركات النظافه في المنطقه الجنوبيه لان عندهم مشكله مع وزيره البيئه. هي اصدرت بيان في يوم 8/1/2014 ان رؤساء الاحياء ليهم حق التعاقد مع شركات النظافه وده بالمخالفه للقانون. بيطالبوا ان العقود بتاعتهم ما تتلغيش وما ينفعش شركات ثانيه تدخل على المناطق. يعني حضرتك كل شركه بيبقى ليها من 4 ل 5000 وحده. تمام. الوحده بتدفع لها في الشهر من هيئه النظافه جنيه ونص. انا براجع ده لا اروح رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه. احنا عايزين نقابل حد. ده هيروح فين؟ بالضرب لعامل هنا وحول وخش. احنا جايين نعبر عن عايزين نقابل حد. لو سمحت يا بيه انت كده بتشد في المشكله. لا 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 يا بيه رحنا لعادل نبيه اللي هو عادل نبيه ما عملش حاجه. انا يعني الناس دول 11 مقدم مركز الوزراء.